حول الله ولا قوة إلا بالله عليه العظيم. أدري يا يمه القرار صعب عليك يا حصة، بس يا يمه فكري في بنتك، بنتك صغيرة وما تفهم. يا يمه وايد حريم صابرين من علشانه، علشان عيالهم وقاعدين في بيوتهم. خلاص يا مسيف، أنا ماني طايقة أشوف رقعت وجهه، خلاص كرهته. ما علي يا يمه، تعوذي من إبليس واعتبريه من موجود في البيت. بس يا يمه عشان بنتكم تتربى بينكم. بعدين تعالي يا يمه، انت شلون تطلعين من البيت وانت حاطه حلك وحلالك فيه؟ شلون؟ يا ام سيف، هالنوره هذا اللي كان كسر ايدي، شو اسوي بعد؟ ما بش تنسين باكر تينا بالليل نسوي لنا كيكه صغيره حق ندوي نحتفل بعيد ميلادها. وي يا هلا مبارك يا يمه، وتشوفينا ان شاء الله قدامك عروس. الله يبارك فيك. خلاص انا بسوي هريسه وبويبها لكم. بعد ايش تبين يا يمه؟ وين نقدر على طبخاتك يا ام سيف؟ تصدق ان صدفه وايد حلوه اني شفتك اليوم عند البان، بس ما توقعت. ما ادري الصراحه ارتبكت. انا استغربت لما شفت العنوان بيت ناصر وفيجي مره واحده، بس صدقين عاد شكلها صدفه حلوه. ظاهر ان الصدفه راح تقربني منك اكثر. ايش تقصد؟ لا ما اقصد شيء. عموما الاغراض اللي طلبتيها موجودين معي بالسياره، متى ما بغيتيهم راح اجيبهم لك. اي صح صح، نسيت اقول لك كل عام وانت بخير. انت بخير، نشكر. مع السلامه. مغثة في مغثة. ايش قاعد تحطمين؟ ما قاعد اقول شيء، بس ايش اللي جابك هني؟ شنو ايش اللي جابني هني؟ شو اللي سويتيه انا سمها؟ قصر حسك، انت ايش فيك؟ ايش تبي؟ ايش السالفة؟ وليش موجودين هني؟ شلون كلمتني في التليفون؟ اتصلت فيك مليون مرة ودزيتك مليون مسج، بس ماكو فايدة. لا حياة اللي من تنادي. ما علي يا اخوي، انا ما اتبعت حق الاتصالات. لا والله؟ ودينا تخش، شو اسوي فيهم هذول الناطرين قدام الشركة؟ من يدفع لهم الفلوس بالله؟ يصير انت عطهم الشهر وان شاء الله ليش الشهر الجاي بعطيك، انا ما عندي. لا 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 لا، تعطيني تشيك ضمان علشان اضمن، انا ما بينقص وجهي قدام ريايل. انت من صدقك تاخذ علي اختك تشيك ضمان؟ انا قلت لك اني بعطيك، والمفروض كلمتي هي تكون ضمان بالنسبه لك. خلصين الحين عاد، تكتبي لي تشيك ولا شلون؟ ولا يبلي لك الديانه هني؟ زين زين بكتب لك. يا بعد عمري يا حبيبة قلبي، والله الله لا يخليني منك. حبيبتي انت، وهذا الريوق وصال، يلا اكلي عشان تخنين ادويتك. ربي يوفقك ويحفظك في كل خطوة تخطينها. تدرين يما، هاي اول مرة اسمعك تدعين لي. تعالي يما تعالي. انت اغلى ما املك في هالدنيا يا يما، اغلى ما املك. تدرين يما، ساعات اضيق وتسود الدنيا في عيني، واول شيء افكر فيه اني اقط روحي في حضنك والمك واشكيلك عن كل اللي في داخلي. بس يما اخاف، اخاف تصديني او تهوشيني. انتي عمرك ما لميتيني يا يما، ولا قلتيلي انا ايش فيني. نفسي تحبيني مثل ما تحبين فهد. يمكن يا يمه لاني تحملت وايد، ابوكم مات وانت صغار وخلالي حمل كبير يا يمه ما قدرت اتحمله.
حبيت يا يمه فهد يكون مكان ابوك. صدق هو صغير وانتو اكبر مني في السن، بس يا يمه بغيت يكون ريال البيت من عقب ابوك الله يرحمه. بس الله يعلم يا يمه ان محبتكم وحده، وانتو النور اللي اشوف منه، النور اللي اشوف منه يا يمه. انتو يا يمه نور بيتي. يا اخي افهم افهم، الله يخليك افهم. انا ريال بعد ديون خلاص، ما راح اسدد بالمره، والشركه هذه شركتي. تبي فلوسك روح خذها من محمد، ومحمد انا ما ادري عنه. اي بس انصار لك كم شهر ما سددت الدين على اخوك، خلص الباقي واوعدك ما تشوفني مره ثانيه. يا اخي انت ما تفهم، احترم نفسك. انت اللي احترم نفسك يا اخي، ماني مجبور ادفع دين موديني. تبي فلوسك روح خذها من محمد يا اخي، خلاص افهم. اذيتني والله العظيم، شو السالفه؟ دل الباب ولا ما دله؟ ادله، بس دعوه المظلوم ما تضيع عند رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عليك انت ومحمد العظيم، حد يدعي علينا وسوالف. شكو انا بالله ادفع ديون؟ ايش بغيت اسوي انا والله نسالنا هذا؟ اي ما دقينا على الرجال. انا كم مره قلت لك لا تجيبين هالطاري؟ يما ابوي يمكن يتزوج. ايش دراك؟ تضايقتي صح؟ يما ردي بيتك وقعدي فيه قبل ما تجي وحده تاخذه برده مبرده، وذيك الساعه قلبي بيحترق. ما قلتي لي ايش دراك؟ يما مو مهم ايش دراني، المهم ترجعين بيتك تقعدين فيه، لان ما يصير. يما ردي علي، انا بعيش بينكم، ما يصير اعيش بدون واحد فيكم، ما استغني عنكم يما. الحين انت ما قلتي لي ايش دراك؟ مو مهم ايش دراني يما، المهم ترجعين، لان بعيش بينكم انتوا الاثنين، انا ما استغني عنكم. هلا فهد حبيبي، شلونك؟ الحمد لله عمتي، شلونك نورة؟ الحمد لله بخير. زين عمتي أنا مستعجل، تامريني بشي؟ الله يحفظك، الله يسلمك، ما تقصر، لا تنسى تسلم على أهل بس. يوصل. ألو، هلا بنورة. هلا هلا حنان، هلا. انت وينك؟ اتصلك ما ترد. سامحيني حاطة على السايلنت وما سمعت. اها اوكي زين. انا قلت حق ابوي انك اليوم بتجي وبتطلبني من عنده، بس ها لا تتاخر وتفشلني قدامه. اي حاضر حاضر ان شاء الله، بس انا اغير ثيابي ان شاء الله واجيكم. خلاص عيل، وانا بعد بقوم ببدل. تحمل بعمرك حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. فاضي لك انا، تعال عند ابوي الزواج. انا فاضي حقك ولا حق ابوك؟ ليش قلتي له كل شيء؟ يا يمه هو اللي يبي يعرف كل شيء، يقول يبي يتقدم لك يخطبك. يتقدم لي؟ ايش فيك استحيتي؟ لا يكون توافقين علي، ترى هذا ولدي وعارفه زين، ما يتعاشر ابدا. لا يمه ايش دعوه اوافق عليه؟ شلون اوافق على واحد قط امه في دار العجزه؟ اللي ما في خير في هلا ما في خير في الناس. شفتي؟ هذا انت قلتيه. اقول ترى انت تعبانه ومو زين لك الزيارات. الحين عرفت اني انا تعبانه ومو زين لي الزيارات؟ وين كنت قبل لما جبتني وقطيتني هني ورحت؟ كنت انطرك طول الليل ودمعتي على خدي وانا نايمه. الحين جاي تقول هالحكي هذا؟ علمتك، كبرتك، ربيتك، خليتك باحسن الوظائف، والفلوس تلعب بيدك لعب. الحين جاي تقول هالحكي هذا؟
بعد ما خلصت كل وظيفتي كأم عليك، من كان عندي مو معه، من كان يسأل علي مو معه، من كان يقعد وياي ويكلمني مو معه، الحين هاي تقول لي اني انا تعبانه وتلوموني ليش انا اسمي نفسي ام حمد وما يشرفني اسمي نفسي ام غانم. اطلع برا، اطلع وما ابي اشوف وجهك، اطلع اطلع برا اطلع. خير كل تحاليلك ممتازة وما في شيء يعوق الحمل. صدق دكتورة؟ الله يطمنك بالخير إن شاء الله. أنتي هي؟ شنو الله يطمنك بالخير؟ تقول لك ما فيني شيء. دكتورة علي شو السالفة؟ ليش ما حملت؟ حمدي ربك إنه ما فيك شيء. إيش فيك تحاتين على الفاضي؟ حبيبتي أنت معرسة جديد؟ أي جديد؟ صار لي 1000 سنة دكتورة، وين جديد؟ أنتي لازم تقولين رايلك يسوي تحاليل عشان نعرف الخلل وين؟ عشان بتقولي للحين. الله يعين. نذل والله نذل، سكر خطك سويتها يا الحقيقة. وانا ضحتني في هالموقف مع ابوي، مشكلة وين بتروح؟ ببالك إذا جوالك بسكر يعني خلاص ما رح أعرف أوصل لك. ومشكلة ومشكلة جابر إيش فيك؟ ما أدري بس في شيء شغل بالي. شنو يا جابر؟ قولي أنا أختك. اليوم شفت واحد متلثم وانا طالع من المدرسة، ما ادري يراقبني ولا انا اتوهم، بس حسيت انه يطالعني وما شال عيني عني. يعني منو اللي بيراقبك يا جابر؟ والله ما ادري بس اقولك ما شال عيني عني، وحتى وانا اكلم رفيجي يراقبني وكل ما الف لب اشوفه يصد وجهه عني. انا متاكد انه يراقبني بس هالوضع ما ينسكت عنه. انا لازم اقول حق امي احسن. امك؟ اي صح لازم تقول لها، بس حاسب عاد لان ما بتخليك تنام اليوم وما بتخليك تروح المدرسه. ولا تدري يمكن تروح المدرسه وتنطرك عند الباب واول ما تطلع تجيبك بسرعه وتجيبك البيت. تعرف هي تخاف عليك وايد وتحبك، انت ولدها الوحيد. انت ايش فيك مينون؟ اذا قلت لها بتحذفك بنعال وبتطردك برا. صدق يا جابر، من اشوف امهات البنات احس ان امي احساسها ميت، ومن اسمعهم يسولفون عن علاقاتهم داخل البيت ما احس باحساس الابو اللي يقولون عنه. وين امي عنا يا جابر؟ تشوفنا احنا محتاجين ولا خايفين؟ يلا خليها على الله يا جابر. ايش دعوه داش البيت؟ لا سلام ولا شيء. حصه شفيك اليوم الصبح شايفتك، ان شاء الله في الدشه وفي الطلعه تبيني اقعد اسلم عليك. شنو ما عندي شغل. المهم انا بيك في موضوع. خير بس قبل لا تكلمين
ترى ما حد هني يكرهك ولا شيء، كلنا نحبك، المهم انت يصفين النية مع الكل. انا بعد احبكم. المهم انا ما عندي وقت اضيعه على حب تحبوني وما تحبوني. المهم انا يوم رحت المستشفى سويت التحاليل. صدق؟ ها بشرى قالوا لك حامل؟ شوش مستانسة؟ انا ما فيني شيء، اخوك اللي عنده العلة، اخوك مو راضي يسوي التحاليل اللي طلبها من الدكتور. ظاهر انت ما عندك شغل، عبالك انا فاضية. خلي اروح مطبخي احسن لي. شفتي؟ شفتي انكم ما تحبوني؟ انت ما تحملتي مني كلمة واحدة على اخوك. انتوا لو فيكم خير على الاقل قولوا له يروح يسوي التحاليل. تقولي لي ما احبكم، على شنو احبكم يا حسرة وكذي تعاملوني؟ يا مرت اخوي ترى الكبير والصغير في البيت يحبك، بس المفروض انت تصفين النية، واخوي لو بغى يسوي شيء ترى مو ناطرني انا اتكلم ولا خواتي ولا حتى انتي. بس ما اقدر اقول الا انتي، الله يعطيك على قد نيتك بس. حي الله الدكتور عمر. الله يحييك يا ابو خالد، الله يحييك. هذا هو مكتبك جاهز، ما ناقص انك تنوره بوجودك. تدري عاد جيت والله يابك، هالاسبوع عندنا شغل وايد. تصدق عاد انا وايد متحمس اني ابتدي الشغل من هاللحظه، تقدر تعتبرني اني انا حاضر وفي الخدمه. تصدق المسنين عندنا محتاجين من يراعيهم نفسيا، يراعي نفسياتهم، بالذات اللي اهلهم قطوهم سنين وما يدرون عنهم. تصدق عاد يا ابو خالد، ان من اهم اسباب اختياري لهالمكان هذه هو احساسي، احساسي اني راح ابدع فيه. بيني وبينك العجز اللي انا فيه محسسني بهالناس اكثر. يا اخي انا ما احس انك انت عاجز، انت نابغه في علم النفس، وما اتوقع العجز راح ياثر عليك. تدري حزات اقول انا محتاج من راعي نفسيا وراعي شعوري، بس بيني وبينك وبتعلم حاجه. عليكم السلام ورحمة الله. خلصتي؟ اي خلصت. زين. ايش فيك اليوم؟ ايش فيك؟ فيك شيء؟ انا من خرجتك من البيت وانت ساكتة، بالعادة من امر عليك تسولفين وياي، تضحكين، تكلمين، انت ايش فيك اليوم؟ ايش بلات؟ فيك شيء؟ يبا، انت قد حبيت امي؟ افتخر اموك الحين في البوز. ايه حبيته. بعدني احبها، بس هي ما ادري ايش فيها. عيل ليش؟ ليش؟ ليش ليش شنو؟ ليش تزعلها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا نورة يا بنتي، امك هذه تتخيل اشياء وتصدقها وعقب تزعل عليها. زي انا احبها، بس هي ما ادري ايش فيها. من زمان يعني؟ من زمان؟ ما ادري والله، كان يدك راح عالجها ولا ما عالجها، ما ادري. هي كذي. انت ايش فيك اليوم؟ شو الاسئله الغريبه العجيبه هذه؟ انت تبين شيء؟ لا يبا ما فيني شيء. يا ودي خلي هال 2000 ريال عندك. يا ودي خليهم عندك، وشوفي لك اي يوم تكونين انت فاضيه فيه نروح السوق نشتري لك اغراض حق الجامعه. لا يبا ما ابي شيء، ابيك ترجعني باي طريقه، وما تخلي حد ياخذ مكانها. انت فيك؟ انت صاحيه اليوم؟ لا بالله ما انت صاحيه، انت اليوم ما انت صاحيه. زين انت ما عرفتي ليش هو يسوي كذي؟ ايش سالفته؟ ما ادري يا اختي، انا لما يقعد معاي اشوفه انسان طيب وزين، بس من اتشكى منه امه استغرب موش انه هو نفس الانسان اللي واقف قدامي. صدق هالريال هذا امره غريب. المشكله انه قال بيتقدم لي وهو ما يعرف شيء اصلا عني. دري بارج ترى هذه تصرفاته غريبه، اذا ما في خير حق امه شلون انتي؟ شو تحصلي من وراه؟ اي بصراحه انا اذا منعني منها بس تخف، انا ما اقدر الصراحه ما ازورها واقعد معاها واشوفها. اصلا هو ما يقدر يمنعك، اي احد ممكن يزور هناك في المستشفى. ما له شغل انتي، بس غيري مواعيد الزياره. المشكله انا الغبيه اعطيتها رقم تليفون. تجنيتي تعطيني رقم تليفونك؟ الحين ليل ونهار بيتصل فيك. المشكله انه يقول يبي يتقدم لي وهو ما يعرف ولا شيء عن اخلاقي. يخسي تاخذين واحد عاق مثله. المهم انت شنو رديتي عليه؟ يا يما لو مأجلينها شوي لين اصير بخير مو باحسن.
شلون يا يما اروح العمره واخلي اختك بروحها؟ قلبي ما يطاوعني. يا يما لا تحاتين، انا بروح اقعد عند رهف وام نور في البيت، لا تحاتين يا يما. حبيبتي تروح تردين بالسلامه يا رب. ان شاء الله. ديري بالك. ان شاء الله يا يما. الله لا يحرمني منكم ولا منك يا ربي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. الله لا تحاتين علي، ارقدي وامني، ترى بيتنا وبيتكم واحد، ولا تنسين علي من صغره ويا حصه، لا تخافين اختي رهف عندنا في البيت. حبيب قلبي. صدقيني يا يما اشوف فيك صوره امي الله يرحمها. الله يرحمها. كان ودي اوديها العمره لكن الله ما كتب لها شيء، وانت الله يعطيك طول العمر لا تحرمني من فهد الاجر الكبير، وادعي لنا انا في خير ان الله لا يفرقنا ويخليك لنا يا رب. ان شاء الله، عسى الله لا يفرقكم، والله يعلم يا يمه ان معزتك من معزه فهد. الله يسلمك يا يمه ويعزك بدارك. الله يعين شلونك. يقعدوا سولفوا واخرون على المطار. مع السلامه يا مع السلامه يمه. الله يحفظكم ان شاء الله. ورانا مشوار دار ان شاء الله. خرابيط هذا، ايش قاعد تسوون انتو؟ نصدقكم بعد؟ سوالف يا هال؟ اي والله سوالف يا هال. ايش كبرت؟ شو هابي بيردي تو يو؟ ايش خليتي حق البيبيات؟ عبد الله ايش فيك انت مستكثر علينا الوناسه يعني؟ اختك عيد ميلادها اليوم، سوي لنا حفله صغيره فيها شيء؟ بعدين يا مرت اخوي مو دافعه شيء من جيبك، واعتقد احنا مو شارين وناستنا على حسابك. شب ولا كلمه. هذا مرت اخوك واكبر منك، ما تكلمينها كذي. بعدين انتوا بدال ما تصرفون هالمصاريف على الكيك وزينه وتفافيخ ودنيا، كان اعطيتوني الفلوس عشان نسكر ديون اخوكم اللي كاسر ظهرنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله مبارك، يا الله مبارك، افرح فيكم ان شاء الله. قولوا امين. عسى الله لا يفرق بينكم ان شاء الله. ما شاء الله، وانت يوم سيف الشايبك. اي صج نسيت، متى ما تواجد الاكل تواجدت سيف. ايه الله زين. يلا الله علي منك عدون. تعال. يا الله مبارك، يا الله مبارك. ايش فيك؟ شفت الذهب اللي لابسته ام سيف المرتعش اللي حطيته على صدرها؟ ايش فيه؟ شنو ذهب امك؟ رجعيك عليها. ذهب امي؟ زين؟ تعال تعال. خير؟ ايش عندك؟ خير ابوي. هيك ذهب هذا مو ذهب امي. يلا 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 غرفكم، ما نبي ازعاج، يلا بسرعه. يلا امشوا امشوا. اخوي اخوي تعالي تعالي بسرعه. اسكتي ما حد يسمعنا. ايه هالذهب ذهب امك يا يمه. انزل ليش يا ام سيف كذبتي علي؟ يا يمه انا ما كذبت عليك، بس الذهب يا يمه عليه زكاه اذا ما لبسته. عاد انا ايش قلت؟ قلت بين يوم وترك البسه عشان ما يصير عليه زكاه. انا من وين لي الفلوس يا يمه؟ اول امك الله يرحمها هي اللي تدفعه، هل فهمتي؟ زين قولي لي شلون ارجع السالفه حق عبد الله؟ وعبد الله عبد الله عبد الله عبد الله حورت مخنا مع عبد الله هذه والله. يلا يا تركي هذا بيتهم، ابيك تاخذ الحذر من كل شيء. لا تحاتي، بس يلا امشي قبل لا يحد ويشوفني.
ايش فيك يا ناصر؟ حرك تلفون الريال؟ شو اسوي؟ نتيجته طلعت وابي انا اللي اقول له، بس التلفون ما ادري ايش فيه، ما ادري الارسال ولا مبند، ما ادري ايش السالفه. انت مو صدقك يا ناصر؟ الريال في بيت الله وفي الاراضي المبروكه وتبي يرد عليك؟ ما تدرين ايش كثر انا مستانس بالنجاح والامتياز اللي حصل عليه، وابي انا اللي ابلغه، ما ابي حد ثاني يسبقني ويقول له. يعني سواء انت بلغته ولا غيرك، اهم شيء انه نجح وبامتياز. انت ما تعرفين شلون انا علاقتي بفهد، فهد اكثر من اخوي، واي شيء حلو ابي ابشره فيه، لكن تدرين شلون؟ بمناسبه نجاحه بعزمك انت وخواتك على عشاء ولا غدا. الحين هو ينجح وانت تعزم؟ بدل حط شغله في بالك، انا ماني جايه لاني مشغوله وايد وماني فاضيه. كيفك؟ بعزم خواتك تروح عليك 10-0. يعطيك العافيه يا ندى، اليوم كنتي حلوه. الله يعافيك حبيبتي، كلامك هذا يزيدني ثقه وحماس ويخليني اشتغل اكثر المرات الجايه. شوفي يا ندى، انا اتوقع لك انك تكونين فارسه ماهره. ان شاء الله باذن الله، واذا صرت فارسه ماهره راح يكون بفضل الله ثم فضلك انت. انت وايد تعبتي وياي. ان شاء الله، انت ما يخاف عليك حبيبتي، ولا تخافين تعبك ما راح يروح، راح اجيب لكم البطوله واطلع الاولى والذهبيه وارفع راسكم وراس قطر كلها ان شاء الله. ان شاء الله، المهم اخليك الحين. طال عمرك اليوم انا جايك ابي مساعدتك بخصوص اخوي محمد، على ما اعتقد عندك علم بهالموضوع. موضوع اخوك يا ناصر في كل مراكز الدوله، واحنا ما هم قصرين من هالناحيه، اول ما توصلني اخبار عنه راح اقول لك. وبحد علمي ان اخوك في السعوديه وانقطعت كل اخباره. بس معقوله الانتربول ما قدروا يجيبونه؟ مستحيل. استريح يا ناصر، احنا عممنا على اخوك في كل دول الخليج، وأوراقه الثبوتيه منتهيه، يعني ما يقدر يباعد. تكفى ترجاك ساعدني، احنا حتى ديوني قاعدين نسددها، ما بقى عليها شيء وبيفتك منها. حتى انا قررت اني انا اروح السعوديه، يمكن احصلها هناك. عفا عليك يا ناصر، ما يحتاج تترجاني. وانت وين تروح السعوديه؟ السعوديه عوده، وانا اول ما يوصلني خبر عنه راح اتصل فيك اول واحد. ان شاء الله. موجود ولا حتى عماتي. بس الظاهر هي كارت الشركة، إن شاء الله ما تخيرت أرقامهم للحين. جابر شو تسوي؟ إيش هالنثرة اللي قدامك؟ ولا شيء يمه، بس أدور أوراقي مالت المدرسة. من كنت تتكلم؟ ولا حد يمه. وش عندكم ما رحتوا المدرسة اليوم أنت وأختك؟ أنا اليوم مصدع وأختي عندها يوم مفتوح. لوين تبون توصلوني؟ تبون تيننوني؟ عموماً قول حق أختك المدرسة بتروح لها، يعني بتروح لها. الشيخة قاعدة تلحنها تبي تطلع من المدرسة وما تكمل، لكن قول لها إذا مصرة على رايها طلع من البيت ما في، حتى باب الحوش ما بتشوفه. يمه أنت كلميها أحسن. أنا كلمتها بذبحها، أصلاً لا يعجبني من ويها. أختك تبي تذبحني. هلا والله، هلا حبيبتي. أي اليوم على اليوم في بيت مريم. خلاص عيل أشوفك هناك، باي. عفا عليك، أنا وصلت لمعلومة بأن محمد ما وصل الدوحة، وان احنا ما عندنا اي معلومات عنه. زين الحمد لله، بس ها لو هل محمد حسوا بشيء راح يضيع كل اللي سويناه. متابعتنا محمد بسريه تامه، واحنا مخلينه يسرح ويمرح على راحته. اهم نقطه الحين انه سالم ما يحس ان محمد مراقب، لانه مجرد احساس سالم فينا راح يضيع كل اللي سويناه، وما راح نقدر نوصل حق باقي مجموعته اللي يبيعون هالسم اللي دمروا فيه الشباب.
ولا يهمك، انا موصي الشباب اللي يراقبونه يراقبونه بسريه تامه. زين، عساكم على القوه. قبل ما انسى، ابيك كل ثلاث اربع ايام تكلم ناصر وتطمنه بكم من كلمه، وتقول له ما بيهم يتحركون اي تحرك يخرب علينا كل اللي بنيناه. ولا يهمك، صار. انا قايل لكم لا تبطلون الموضوع هذا مره ثانيه. انتم ما نعد تشبودكم، الله يلوع تشبودكم ان شاء الله. مشكور اخوي. العفو اختي. عبد الله، بس عاد خلينا نخلص من الموضوع. الله يخليك، ايش كثر باقي على محمد؟ والله العظيم يا ابو محمد على ديون وايد وايد ما تنحصي، كل يوم الثاني يعني واحد يطالب فلوس. ايش تبون اسوي يعني؟ ما قمت امع حق نفسي، ما قمت افكر بنفسي. والله يرضيكم يعني انا ساكن بالملحق هذا، بشتري بيت، بجابر عائلتي، ما يصير كذي، باكر يصير عندي عيال. كل هذا لان اخوي ما حسب حساب حق اي شيء، هذه النتيجه. والله محمد صار لك هذا من طيبه قلبه انقص عليه. ايه اشوف فادته طيبته الحين، شوفي ودته ورا الشمس طيبته، هذه النتيجه. يوا بهالزمن الواحد ما يثق بنفسه عشان يثق بالناس. وبعدين لا تفتحوا الموضوع هذا مره ثانيه، تكفون لوعتوا كبدي. عيب عليك عبد الله، تكلم على اخوك كذي. العود انت يا اخوي، العود هو حسب حساب حق كبير وصغير، عفسنا كلنا وهدنا. وانا كم مره قايل لكم السالفه هذه لا تفتحونها قدام احد. ام سيفتي فتحتوا قدامها السالفه، عليا فتحتوا ملفاتكم. عيب يبا عيب، الموضوع هذا حساس، انتم بتفضحونا، فهموا؟ الدحب كبرها درت. الحين محمد ايش كثر باجي علي عشان نتصرف؟ وانت شكو بتعرفين؟ انا بفهم. حل مشاكلك الخاصه انت عشان تتدخلين مشاكل غيرك، ايش دعوه انت قاعد تسددين مأذيتنا؟ والله العظيم ها افوزين. شفتي؟ حتى ما عطانا رقم محدد حق المبلغ. سمعت يا امه؟ اكل؟ ما هو حد من آخر شنك المطعم؟ الله اللي ما ينعرف لكم أنتوا يا شباب هالأيام. انكلتوا في المطعم قلت والله إيش حلوة كنا أكل البيت، انكلتوا في البيت قلت والله إيش زينة كنا أكل مطعم. يبرسل لكم على بر يا مطعم يا بيت. والله أنك صادق. أيوة بيني وبينك إحنا جيل عجيب. عليكم بالعافية، مطاعم ولا بيت؟ الله يعافيك يا ما. بس قول لي ايش اخبارك انت هالايام ويا الشغل؟ مرتاح ويا رفيجك ابو خالد؟ لا بشرك، الامور كلها طيبة. بس الفترة الجاية الله يعيني. صدقيني يمه حاطيني مسؤول على كم من حالة، لكن والله العظيم يقطعون القلب. واحد منهم مسكين من صباح الله خير. يمسك صورة ولده بقعد يصيح لين ما يرقد، هذه حالته. والله يا يبا ما ادري انا هالعيال وين قلوبهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ما يحسبون حساب غضب رب العالمين. لو يدرون شنو عقوبة عقوق الوالدين كان ما حد قطبوه الا امه في المستشفى. اللهم يكفى في الشر. تدري يبا؟ أنا دائما أحمد ربي إن الله أعطاني إياك أبو وأعطاني أمي. الله يطول لي عمركم يا رب ويخليكم لي إن شاء الله. تقولوا آمين. آمين يا يما، ويخليك لنا إن شاء الله ويبلغنا فيك. آمين يا رب العالمين. غير غير هاي مقبض الباب بسرعة، حط لي واحد جديد. يلا يلا جدي جدي يلا يلا برود. ييب انا اسرع منك. يلا يلا يميني يميني، حط واحد ثاني يلا بسرعه.